هذا مقطع الروسية أو الراسية، اللي هي الجزء اللي يركب على رأس الحصان من العنان أو الجام. مقطع قديم جدا في سناب، بس قلت أحطه باليوتيوب كنوع من يعني زيادة المعلومات والتوثيق. فنعم، شرح سريع عن ال حنان أو لجام الأذن الواحدة اللي يكون نسميها الروسية أو قطعة الرأس اللي في العنان، الجهة اللي على الجبهة اللي تركب على الأذن تكون من جهة واحدة فقط، مو باللي يجيك مستقيمة على الجبهة كاملة، فقط جهة واحدة من الأذن مدخلة، الجهة الثانية لا. الهدف منها وش أو الغرض منها وش؟ الغرض الأساسي، الهدف الأساسي منها، ومن بعض الخيل تتضايق لما يكون الجزء الأعلى هذا على الجبهة، الضايق الحصان يحاول يحرك راسه بشكل غريب، يحرك اذنه بشكل غريب، فتحط فقط بجهه واحده من الاذن تريح الحصان. هذا اساس صنعها بهذا الشكل، السبب الاساسي. لكن في عده اسباب اخرى، لكن السبب الاساسي هو انه عشان تريح جبهه الحصان وما يتضايق تصير مربوطه فقط باذن واحده مثلا زي هذيك. لاحظ؟ هذا النوع الثاني الان. النوع الثاني اذن واذن لكنه مو مستقيم، يعني تريح الجبهه لكن الاذنين مغطيه. هذا فقط اذن واحده. هذا اذنين. الثالثة اللي هي عادي نستعملها عادة، لاحظ الطبيعية هذه اللي يجيك على الجبهة، لاحظ. وبعض الخيل يتضايق من الشيء ذا، او انها ممكن تنزل على عينه خاصة بالركب الغربي الطريقة الامريكية، فيصير بس بالجهة هذه بالاذن واحدة زي الاول جهة تقريبا، بس بالاذن هذه، يعني تصير بس اذن واحدة فيها هذا، او اذن اليسرى حسب الحصان طبعا، او انه يكون زي هذا اذنين وبدون جبهة، او الاساسي اللي هو جبهه. طبعا انا شخصيا افضل هاي طبعا عاديه غالبا، لان الحصان مع الوقت يتعود عليها. ثانيا ينطبق عليها نظام بيكحلها عماها، يعني باختصار انت لما عشان تريح جبهه الحصان تقوم تركب عليه شيء فقط على الاذن، اكثر شيء الحصان يتحسس فيه عاده خاصه لما يكون مدرب غلط الاذن، فلما تحط شيء مجرد راكب في اذنه هذا من ضمن عيوبه. العيب الثاني هو اهم عيب، ان الشكيمه ممكن او الروسيه ممكن تنفك بسرعه لو حك راس الحصان وهو مصلوب بالجدار وغيره، او مع الكع القوي والروس القوي ممكن تنفك، لكنها تستعمل بكثرة في الطريقة الأمريكية بالذات. هذه اللي هي الأولى اللي هي من جهة واحدة فقط سواء يسار أو يمين. ليش تستعمل بالطريقة الأمريكية وليش تستعمل بالطريقة الغربية؟ لأن الحصان عادة يبالغون في الإرخاء العناني، يعني هدف بالطريقة الأمريكية الحصان يكون مسترخي مرة، فدائما يكون راسه تحت، فلما يكون راس الحصان تحت ويتحرك بطريقة معينة يسهل على القطعة ذي اللي على الجبهة انها تنزل تحت فتضايق الحصان، فلما تركب ذي يرتاح، خاصة مش باقي البراميل بتلاحظ الصروع ذا بكثرة أو العنان ذا بكثرة. بس زي ما قلت من ضمن اهم عيوبه انه يطلع بسرعه، ممكن ينفك وانت راكب حتى مرات. والعيب الثاني هو انه يريح الجبهه لكن يضايق الاذن، والاذن اكثر حساسيه من الجبهه في اغلب الخيل، في 90% من حالات الخيل تقريبا. فنعم، اذن واحده، اذنين بدون جبهه، جبهه كامله وهو الاساسي طبعا او المستعمل بكثره. وطبعا في بعض الخيل تركب الحصان بروسيه بدون شيء، ما يكون على الجبهه شيء، ما يكون على الاذن شيء، بس هذا يستعمل مع حصان انت واثق فيه مره، ان لو ما كان في شيء على الجبهه بسهوله تطلع الروسيه. لكن بعض الاخيار ممكن تركب بروسيه بدون حق جبهه، لكنها نادره جدا.